كايرو ديزاين أورد هي فرصة لكل ديزاينر سواء شغال في الاركتكتشر، سواء شغال في الانتيريو ديزاينر ديزاين، سواء شغال في الجولري ديزاين او في البرودكت ديزاين او السيت ديزاين اللي انا هشارك فيها باعتبار ان انا جزء من يعني واحد من السيت ديزاينرز اللي موجودين في مصر، ان هم يبقى في زي مكان يجتمعوا فيه، بمعنى مكان بمعنى ان يبقى في مشاركه للديزاينرز دول، في فرصة للسيت ديزاينر ان هم يخشوا باعتبارهم ديزاينر مش باعتبارهم جزء لا يتجزأ من صناعة السينما، هو جزء لا يتجزأ من صناعة السينما ولكن ندرج السيت ديزاينر كمان as ديزاينر. احيانا السيت ديزاينر ما بيحالفهمش الحظ ان هم بيشتغلوا as set designers في افلام سينمائية ذات قيمة ما بتسمو لمستوى الكومبيتيشن في مهرجانات زي جمعية الفيلم او القومي للسينما، اللي بيختاروا مش كل الافلام، بيختاروا اجزاء من افلام على بيزد على الكواليتي بتاعت الفيلم. وفي برضو حاجات جديده زي الاريبيان سينما اورد والحاجات دي، برضو بيختاروا افلام ما بيختاروش كل الافلام. بيتظلم في ده السيت ديزاينر، لان ممكن يبقى عامل سيت ديزاين كويس جدا وعلى مستوى التصميم ولكن موجود في عمل سينمائي لم يسمو لان هو يشارك في المهرجان، فبيتظلم ما بيخشش. انا مشارك بحاجات برضو السنه دي وربنا يسهل ان شاء الله. عرفت ان اختيار استاذ انسي ابو سيف طبعا قامه كبيره جدا في المجال بتاعنا، ووجوده هو كلجنه تحكيم في حد ذاته هو ثقه بقيمه المسابقه ككل، وهو في حد ذاته هو استاذ انسي طبعا لا يختلف عليه حد ان هو يبقى لجنه التحكيم، لانه هو المرجع بتاعنا كلنا كست ديزاينرز في مصر. فدي فرصه لكل ست ديزاينرز اللي لم يحالفهم الحظ ان يخشوا في اعمال سينمائيه ذات قيمه ان هم يشاركوا في الكايرو ديزاين اوورد، وان شاء الله يبقى ليهم حظ اكتر واحسن ان هم ياخدوا جوائز فيه.